بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الدبلومات المهنية برنامج التعليم مفتوح، أهلا بكم في مقرر معايير المحاسبة كود 101. في المحاضرات السابقة اتكلمنا على تحديد كيفية إثبات تكلفة الأصل الثابت في الدفاتر، وقلنا إن تحديد تكلفة الأصل الثابت بتختلف باختلاف طريقة الحصول عليه. هل أنا بحصل عليه بطريقة منفردة بالشراء النقدي، ولا بحصل عليه ضمن مجموعة، ولا بيتم الحصول عليه مع سداد قيمته في تاريخ لاحق يعني بالأجل، ولا بيتم تصنيع الأصل الثابت في مصانع المنشأة أو تصنيع ذاتي. في كل حالة من الحالات اللي احنا تطرقنا ليها بتتحدد تكلفة اقتناء الأصل بشكل يختلف عن الآخر. النهاردة إن شاء الله هنستكمل باقي طرق الحصول على الأصل الثابت مع تحديد تكلفة الأصل في هذه الحالة. فهنحاول إن احنا نتعرف على ما إذا حصلنا على الأصل الثابت ومولنا عملية الحصول عليه بإصدار أسهم في رأس المال. في حالة تمويل الأصل الثابت بإصدار أسهم في رأس المال، طبعا بحدد تكلفة الأصل الثابت استنادا إلى قيمة الأسهم، استنادا إلى قيمة الأسهم. بس لازم أشوف هنا هل الأسهم دي متداولة في البورصة ولا غير متداولة في البورصة. إذا كانت الأسهم متداولة في سوق الأوراق المالية، فمن السهل إن أنا أحدد القيمة السوقية لهذه الأسهم، والقيمة السوقية للأسهم المصدرة في هذه الحالة تعتبر مؤشر لتكلفة اقتناء الأصل الثابت. أما إذا كانت الأسهم غير متداولة في بورصة الأوراق المالية، ففي الحالة دي مش هقدر أحدد القيمة السوقية ليها، فألجأ في تحديد تكلفة اقتناء الأصل الثابت إلى القيمة العادلة له، القيمة العادلة لهذا الأصل بحاول نتعرف عليها من السوق، وبالتالي دي بتمثل تكلفة اقتناء الأصل في هذه الحالة. لو حبينا نعرف إزاي بنحصل على الأصل الثابت أو نحدد تكلفة الأصل الثابت عن طريق المبادلة، يعني ببادل أصل بأصل آخر، بستغنى عن أصل مقابل الحصول على أصل مقتنى، أقتني أصل جديد. المعيار قال إن تكلفة اقتناء الأصول الثابتة اللي بتتم عن طريق المبادلة هتكون على أساس القيمة العادلة لهذا الأصل، القيمة العادلة لهذا الأصل، إلا إذا كان لا يمكن قياس هذه القيمة بشكل موثوق فيه، أو إذا كانت عملية التبادل تفتقد إلى الجوهر التجاري. يعني الأساس عندي هنا إن أنا هعترف بتكلفة الأصل الثابت اللي بحصل عليها عن طريق المبادلة استنادا للقيمة العادلة. إمتى؟ إذا كنت هقدر أحدد هذه القيمة بطريقة موثوق منها، وإذا كانت عملية التبادل تتضمنها ليها جوهر تجاري، ليها جوهر تجاري. طيب إزاي أعرف إن العملية دي ليها جوهر تجاري؟ العملية دي ليها جوهر تجاري في حالة ما إذا كان من المتوقع حدوث تغيير في التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة هذه العملية. حدوث تغيير متوقع في التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة هذه العملية. التغيير ده سواء من حيث التوقيت ومن حيث القيمة، الاتنين مع بعض، قيمة التدفقات النقدية وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية اللي هنحصل عليها من أصل الجديد أو الأصل المقتنى بتختلف اختلاف هام عن ما كان يتم الحصول عليه من الأصل المتنازل عنه. في الحالة دي أقدر أقول إن هذه العملية ليها جوهر تجاري ويمكن تحديدها بشكل موثوق فيه. طب في حالة ما إذا لم يتوفر الشرطين دول أعمل إيه؟ في حالة ما إذا ما قدرناش نحدد القيمة العادلة، هنقيس تكلفة اقتناء الأصل الثابت عن طريق المبادلة أو بالمبادلة باستخدام صافي القيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه. الأصل اللي أنا هتنازل عنه أشوف قيمة الدفترية بتساوي كام، القيمة صافي القيمة الدفترية بحسبها إزاي؟ تكلفة الأصل ناقص مجمع الإهلاك في تاريخ المبادلة،
تكلفة الأصل ناقص مجمع الإهلاك في تاريخ المبادلة يديني صافي القيمة الدفترية. صافي القيمة الدفترية ده اللي نستخدمه للتعبير عن تكلفة اقتناء الأصل الثابت المقتنى أو الإيه الجديد. ده في حالة الحصول على الأصل الثابت بالمبادلة. كده عرفنا إزاي نحدد تكلفة اقتناء الأصول الثابتة بأيا كانت الطريقة اللي أنا حصلت عليها بيها على هذا الأصل. هنتكلم دلوقتي على نفقات لاحقة على اقتناء الأصل الثابت. طبعا احنا عارفين ان الأصل بعد بداية استخدامه من الممكن ان تنفق عليه نفقات يطلق عليها نفقات لاحقة على الاقتناء. امثلة لهذه النفقات: فيه نفقات صيانة وإصلاح، فيه نفقات إضافة، فيه نفقات تحسين وإحلال. فيما يتعلق بكل نوع من هذه النفقات، يا ترى المعالجة المحاسبية بتاعتها هتكون ايه؟ هل هذه النفقات اللاحقة كلها تعتبر نفقة رأسمالية بحيث ان انا اضيفها على تكلفة الاصل، ولا بعضها بيعتبر نفقة رأسمالية والبعض بيعتبر نفقة ايرادية تحمل لتكلفة لقائمة الدخل؟ طبعا الاجابة حسب نوع هذه النفقات. اذا كانت هذه النفقات بتؤدي الى زيادة العمر الانتاجي للاصل، او بتؤدي الى زيادة جودة الخدمة اللي بيقدمها، او زيادة طاقته، الثلاث حاجات دولت، ده معناها ان النفقة دي بتؤدي الى او نعتبرها نفقة رأسمالية. اما اذا كانت بخلاف ذلك فهي تعتبر نفقة ايرادية تحمل لقائمة الدخل. طيب تعالوا نشوف كل نفقة لوحدها او كل نوع لوحده وايه اللي بيترتب عليه. نفقات الصيانة والاصلاح، انا عندي هنا صيانة واصلاح. مصروفات الصيانة الدورية من المعروف على طول ان هي بتحافظ على الطاقة التشغيلية للاصل وبتتم بشكل دوري، وبالتالي فهي لا تؤدي الى زيادة العمر الانتاجي ولا تؤدي الى زيادة كمية الخدمات او جودتها. عشان كده بنعالج هذا النوع من النفقات الدورية كمصروف ايرادي يحمل لقائمة الايه الدخل في سنة الاستفادة. اما اذا اخذت نفقات الاصلاح شكل عمرات كبيرة تستفيد بها اكتر من فترة مالية، تؤدي الى زيادة العمر انتاج الاصل او زيادة كمية الخدمات منه، في هذه الحالة هذه النفقات لا يمكن اعتبارها نفقة ايرادية ولكن تعتبر نفقة رأسمالية يتم رسملتها، يعني تضاف على تكلفة الأصل الثابت. ده بالنسبة لنفقات الصيانة والإيه والإصلاح، يبقى حسب طبيعتها. النوع الثاني من النفقات اللي بيتم انفاقها على الأصل الثابت هي نفقات الإضافة للأصول الثابتة. واضح من كلمة إضافة إن هذه النفقات سوف تؤدي إلى زيادة طاقة الأصول القائمة، وتعتبر بمثابة أصول جديدة أو امتداد للأصول القائمة. عشان كده النفقات دي معالجتها المحاسبية مفيش مشكلة فيها، يعني على طول اعتبرها نفقة رأسمالية تضاف على تكلفة الأصل الثابت، أي يتم رسملتها. طيب تعالوا نشوف كده، لو فرض وكان عندي فندق من الفنادق، الفندق ده تم عايزين نضيف جناح جديد عليه، هنضيف جناح جديد، بس عشان اضيف الجناح الجديد في الفندق لابد ان انا ازيل جزء من المبنى القديم. فهل تعتبر نفقات ازالة هذا الجزء من الفندق القديم، جزء من الفندق القديم، هل هتعتبر نفقات الازالة دي ضمن نفقات الاضافة، يعني تضاف على الاصل الثابت، ولا تعتبر نفقات ايرادية تحمل لدخل الفترة؟ العرف المحاسبي حدد الحتة دي على أساس إن هي تعتبر نفقة إيرادية ولا رأس مالية، استنادا إلى نية الإدارة. نية الإدارة عند إنشاء المبنى الأصلي، نية الإدارة عند إنشاء الفندق ده كانت في نيتها إن هتزيل هذا الجزء ولا لأ؟ يعني كانت مخططة إنها هتزيل هذا الجزء اللي تمت إزالته عشان يتبني مكانه جزء جديد، هل كانت في نيتها ومخططة لان هيتم ازالة هذا الجزء من قبل ولا لا؟
إذا كانت مخططة لذلك فهذه النفقات تعتبر نفقة رأسمالية، نفقات إدارة إضافة تعتبر نفقة رأسمالية. أما إذا كانت مش مخططة وما عندهاش نية أثناء بناء الفندق في الأول لذلك، فإن نفقات الإزالة في هذه الحالة بتعتبر خسارة تحمل لقائمة الدخل. وليه اعتبرناها خسارة؟ لأن ده بيدل على عدم كفاءة الإدارة في التخطيط للاستثمارات المستقبلية. وبالتالي إذا كانت في نية الإدارة إنها ومخططة إن هي هتضيف هذا الجزء من الفندق الجديد، يبقى تعتبر نفقة رأسمالية. أما إذا كان خلاف ذلك فتعتبر نفقة إيرادية تحمل لقائمة الدخل. طيب إيه الوضع بقى بالنسبة لنفقات التحسين والإحلال؟ نفقات التحسين والإحلال بينطوي عليها استبدال جزء أو كل الأصل، يعني استبدل جزء من الأصل يعني استبدل كل الأصل. طيب التحسين بيختلف عن الإحلال، التحسين بينطوي على أن أنا بستبدل جزء أو كل الأصل بجزء أفضل منه، أما الإحلال بينطوي على استبدال أصل أو جزء منه بآخر مماثل. يبقى التحسين بجزء أفضل منه، أما الإحلال بجزء مماثل. النفقات التحسين والإحلال بتؤدي إلى زيادة العمر الإنتاجي للأصل، وكمان بتؤدي إلى زيادة جودة وخدمة المنتج بتاعنا. عشان كده المعالجة المحاسبية في هذه الحالة بتعتبر نفقة رأسمالية، بتعتبر نفقة رأسمالية تضاف لتكلفة الأصل. طيب أثبت تكلفة نفقات التحسين والإحلال دي إزاي؟ في الأدب المحاسبي فيه ثلاث مداخل. المدخل الأولاني بسميه مدخل الإحلال، المدخل الثاني بسميه مدخل الرسملة أو رسملة التكلفة الجديدة، المدخل الثالث بسميه مدخل تخفيض مجمع الإهلاك. تعالوا نشوف مدخل الإحلال معناها إيه. المدخل الإحلال ده معناها إن أنا بضيف الجزء الجديد من الأصل وبستبعد الجزء القديم، بضيف تكلفة الجزء الجديد للأصل القائم وبستبعد من الأصل القائم تكلفة الجزء القديم، بس بستبعد مع تكلفة الجزء القديم ما يتعلق به من حسابات الإهلاك من مجمع الإهلاك. وبالتالي هيترتب على ذلك إن فيه مكاسب أو خسائر للتخلص من هذا الجزء القديم، طبعا بيتم الاعتراف بيها. هذا المدخل هو من معالجة منطقية ومفضلة من بين المداخل الأخرى، بس في حالة ما إذا قدرنا إن احنا نحتفظ بسجلات للتكلفة ومجمع الإهلاك لكل جزء من أجزاء الأصل على حدة. طب إذا ما كانش العملية دي متوفرة نعمل إيه؟ نلجأ إلى مدخل من المدخلين التاليين. المدخل اللي موجود قدامي مدخل رسملة التكلفة الجديدة، بمعنى ان تكلفة الجزء الجديد هروح اضيفها على تكلفة الاصل القديم اللي موجود، وما استبعدش اي حاجة من الاصل القديم، ما استبعدش اي تكلفة من الاصل القديم ولا مجمع اهلاكه. ليه؟ لان انا من الصعب ان انا احدد تكلفة الجزء اللي هستبعده، عشان كده بنخليه زي ما هو بقيمته وبنضيف عليه الجزء الجديد. المدخل ده بستخدمه في حالة ما إذا كانت عملية الإحلال بتتم قرب نهاية العمر الإنتاجي للأصل، لما تقترب القيمة الدفترية إلى أقل حد ممكن مع مجمع الإهلاك بتاعه. المدخل الثالث هو مدخل تخفيض مجمع الإهلاك، بستخدم هذا المدخل عن طريق إن أنا بسترد استرداد جزئي لمجمع الإهلاك، يعني قيمة نفقات التحسين والإحلال اللي بتؤدي إلى زيادة العمر الإنتاجي للأصل، بتؤدي إلى زيادة عمر إنتاج الأصل، بروح أفلاها أو بخفض بيها مجمع الإهلاك، وبالتالي هتصبح تكلفة الأصل الثابت مرتفعة لأن أنا خفضت من من مجمع الإهلاك. وده طبعا بيستخدم في حالة ما إذا كان عمليات الإحلال والتحسين بتؤدي إلى زيادة عمر إنتاجي للأصل.
لكن هذا المدخل بيواجه بعض المشاكل، علشان كده عادة ما بيتمش استخدامه. يبقى في الغالب بنستخدم مدخل الإحلال أو مدخل رسملة التكلفة. ده فيما يتعلق بالتكاليف اللاحقة لاقتناء الأصول الثابتة، اللي هي نفقات الصيانة والإصلاح ونفقات الإضافة ونفقات التحسين والإحلال. هنكمل دلوقتي بقية المعيار المحاسبي المصري رقم 10، ونسترسل بعد ما تحددنا تكلفة اقتناء الأصل الثابت وحددنا النفقات اللاحقة على الاقتناء. تعالوا نشوف القياس اللاحق للأصل الثابت والإهلاكات وانخفاض القيمة الدفترية. هنبدأ بالقياس اللاحق للأصل الثابت، يعني هنحدد قيمة الأصل الثابت بعد القياس الأولي. إيه المقصود بالقياس الأولي؟ يعني عند الاقتناء. طيب، تحديد قيمة الأصل الثابت بعد القياس الأولي بنحدده ليه؟ علشان أظهر قيمته في قائمة المركز المالي. فبيتم تقييم الأصول الثابتة بعد القياس الأولي باستخدام نموذج من 2، النموذج الأولاني اللي هو نموذج التكلفة، النموذج الثاني هو نموذج إعادة التقييم. طيب، بختار بين النموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم على أساس إن دي سياسة محاسبية. لما باجي أطبق السياسة المحاسبية بختار بين السياستين، نموذج التكلفة ونموذج إعادة التقييم. لا يطبق على كل على أصل بمفرده من الأصول، ولكن بيطبق على جميع الأصول كلها. وبنختار نموذج معين بنطبق بنحدد فيه قيمة الأصل الثابت بعد القياس الأولي. تعالوا نشوف النموذج الأولاني اللي هو نموذج التكلفة. طيب، لو أنا حددت قيمة الأصل الثابت بعد القياس الأولي استنادا إلى نموذج التكلفة، أحسبه إزاي؟ بشوف تكلفة الأصل الثابت عند الاقتناء اللي احنا سبق وحددناها في المحاضرة اللي فاتت، أشيل منها مجمع الإهلاك لغاية تاريخ إعداد قائمة المركز المالي، أشيل منها الانخفاض في القيمة الدفترية أيضا، هيديني القيمة الدفترية للأصل الثابت في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي اللي هو في التاريخ اللاحق أو القياس اللاحق للأصل الثابت. ده نموذج التكلفة. النموذج الثاني نموذج إعادة التقييم. نموذج إعادة التقييم ده أنا ما بستخدموش غير في حالة واحدة فقط، وهي حالة حالة ما إذا كانت القوانين واللوائح بتسمح بذلك. أما إذا كانت القوانين واللوائح لا تسمح بهذا النموذج، يبقى خلاص ما بصش ليه خالص، واعتمد فقط على نموذج التكلفة. علشان كده في المعايير الجديدة تم إلغاء أو هذا الاختيار أو هذه المعالجة. لكن لنفرض أن القوانين سمحت بذلك، وهنحدد قيمة الأصل الثابت استنادا لهذا النموذج إعادة التقييم. أحددها على أساس بقى؟ أحددها على أساس القيمة العادلة له في تاريخ إعادة التقييم، على أساس القيمة العادلة له في تاريخ إعادة التقييم، مطروح منها مجمع الإهلاك اللاحق لهذا التاريخ، وكذلك الخسائر في انخفاض القيمة. وأنا بستخدم هذا النموذج لابد أن أنا أحط في الحسبان عدة نقاط، أو أخذ في الاعتبار عدة نقاط. لما أجي أعيد تقييم الأصول، أقيم كل عناصر الأصول اللي في جوه المجموعة. يعني لو أنا عندي خط إنتاج مكون من عدة آلات، ما قيمش آلة واحدة وأسيب الآلات الباقية، لابد أن أنا أقيم كل الآلات، كل الأصول الثابتة من هذا النوع. طب إيه السبب؟ لتجنب التقييم الاختياري اللي بيترتب عليه أن القوائم المالية يبقى فيها عناصر متعددة تابعة لمجموعة واحدة مقومة بأسس مختلفة، فده يؤدي إلى تضليل مستخدم القوائم المالية وعدم عدالة المركز المالي. دي أول نقطة لابد أن أنا أخذها في الحسبان. النقطة الثانية أن أنا هستخدم اتفقنا أن احنا نستخدم القيمة العادلة. طيب، القيمة العادلة دي بجيبها منين؟ اللي هي القيمة السوقية في ظل الاستخدام العادي.
طب والقيمة دي بتتحدد ازاي؟ بالاستعانة بالخبراء المتخصصين في ذلك، اللي هي القيمة التبادلية لأصل معين بين بائع ومشتري، كل منهم لديه الرغبة في التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة. الاتنين عايزين يتمموا العملية، فبتتحدد القيمة العادلة استنادا إلى هذا استنادا إلى هذه القيمة. نموذج إعادة التقييم بيستخدم في حالة ما إذا كانت القوانين أو اللوائح تسمح بذلك فقط، مما يعني أن استخدام هذا النموذج معلق على شرط السماح. طيب في حالة ما إذا صافي القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم زادت، هذه الزيادة أتصرف فيها إزاي؟ أعالجها إزاي؟ تعتبر جزء من حقوق الملكية، حقوق المساهمين، تحت مسمى فائض إعادة التقييم، لأن في زيادة، فائض إعادة التقييم، وبالتالي فائض إعادة التقييم ده لا يتم توزيعه إلا في حالة التصرف في الأصل بالبيع. أما إذا حدث العكس وكان فيه انخفاض لصافي القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم، فهذا الانخفاض الناتج لابد أن يخصم من أي فائض إعادة تقييم سبق تكوينه، من أي فائض إعادة تقييم سبق تقييم وجوده. طيب افرض أن مفيش فائض وحدث الانخفاض ده، الانخفاض يتحط على طول في قائمة الدخل وليست ولا يخفض به حقوق الملكية، يتحط في قائمة الدخل. ده فيما يتعلق بتطبيق نموذج إعادة التقييم. يبقى عند تطبيق نموذج إعادة التقييم في تحديد التقييم الأصل الثابت بعد القياس الأولي، لابد أن يكون هذا استخدام النموذج معلق على شرط السماح، دي حاجة. الحاجة الثانية إذا كان هناك زيادة في صافي القيمة الدفترية نتيجة إعادة التقييم هتضاف لحقوق الملكية تحت مسمى فائض إعادة التقييم، إذا كان هناك نقص فهذا النقص يحمل لقائمة الدخل، إلا إذا كان عندي فائض سابق نتيجة إعادة التقييم في فترة سابقة فيخفض به هذا الفائض. هنتكلم دلوقتي على الإهلاك للأصل الثابت والعوامل المؤثرة في حسابه. سبق وقلنا إن الأصل الثابت بيتكون من مجموعة من الخدمات مكون من مجموعة من الخدمات المستقبلية المتوقعة. هذه الخدمات المنشأة بتستفيد بيها على مدى فترات متعددة. الاستفادة دي بتنقص مع مرور الوقت، فالنقص ده بيطلق عليه الإهلاك. الأصل السابق المعيار رقم 10 حدد لي مفهوم الإهلاك على أنه تحميل منتظم للقيمة القابلة للإهلاك من الأصل السابق على العمر الإنتاج المقدر له. معنى كده أن الإهلاك هو النقص الفعلي في قيمة مخزون المنافع المستقبلية للأصل السابق نتيجة نتيجة الاستخدام، مرور المدة، التقادم أو القيود القانونية. من المفهوم ده نقدر نقول ان الاهلاك عنصر من عناصر التكلفة. ليه؟ لانه نتيجة النقص التدريجي في قيم الاصول الثابتة نتيجة استخدام المنافع المستقبلية، وده نقص يبقى عنصر من عناصر التكلفة. النقطة التانية ان الاهلاك بيختلف عن معظم المصروفات في انه لا يتطلب دفع نقدية، يعني بند غير نقدي، ما بيتطلبش دفع نقدية في الوقت اللي بيسجل فيه، ولكن القيد اللي بيرتبط بيه بيأثر على على الأصل الثابت ولا يؤثر على الأصول المتداولة أو الالتزامات قصيرة الأجل. أيضا الإهلاك لا يعتبر خسارة، احنا قلنا ان هو تكلفة، بند من بنود التكلفة، لا يعتبر خسارة، فهو مقابل النقص في قيمة الأصول. المنشأة بتعتبره بند تكلفة لأن المنشأة بتتوقع أنها تحصل على منافع من استخدام هذا الأصل في شكل إيرادات، فالإيراد لابد أن يقابلها تكلفة
ويتم تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالإيه؟ بالنفقات. طب إيه الهدف من تكوين الإهلاك؟ الهدف من تكوين الإهلاك إن إحنا نحاول ندبر الأموال اللازمة لاستبدال الأصول بعد تخريدها أو بعد إيه بيعها، وبالإضافة إلى أنه بيساعدني في قياس الربح المحاسبي بشكل سليم عن طريق أن أنا بقابل الإيرادات بتكلفة الحصول على الإيراد. فجزء من تكلفة الحصول على الإيراد دي اللي هو الإهلاك. الإيراد نفسه هو إيه؟ السلع اللي أنا ببيعها نتيجة تشغيل الآلة وإيه وإهلاكها. وعشان كده فيه إيراد وفيه إيه نفقة اللي هي تكلفة الحصول على الإيراد. علاوة على ذلك الإهلاك بيختلف عن التخفيض أو الانخفاض في قيمة الأصل. طيب إيه الفرق بينهم؟ التخفيض بينتج في قيمة الأصل نتيجة أن الأصل ليست لديه قدرة أو عدم قدرة الأصل على تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية، لكن الإهلاك بيعكس الاستفادة من هذه المنافع. لما بنشغل الأصل وبيتم إهلاكه بتديني منافع مستقبلية، بتديني إيراد. أما الانخفاض في قيمة الأصل ده نتيجة عدم قدرة الأصل على تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية. يعني التخفيض بيعتبر إيه أو الانخفاض بيعتبر إيه؟ خسارة. أما الإهلاك بيعتبر تكلفة، وفي فرق كبير بين الاتنين. لما أجي أحسب الإهلاك بيتوقف حسابه على عدة عوامل: القيمة القابلة للإهلاك، والعمر الافتراضي للأصل الثابت، وطريقة الإهلاك المتبعة. تعالوا نشوف العنصر الأولاني أو العامل الأولاني اللي هو القيمة القابلة للإهلاك. القيمة القابلة للإهلاك عرفها المعيار المحاسبي المصري رقم 10 بأنها ذلك الجزء تكلفة الأصل الثابت أو أي قيمة بديلة ليه ناقصا منها القيمة المتبقية أو الخردة في نهاية العمر الإنتاجي للأصل. يبقى معنى كده أن القيمة القابلة للإهلاك من الأصل ليست هي تكلفة الأصل، ولكن هي تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية أو ناقص القيمة المتبقية للأصل في نهاية العمر الإنتاجي. يبقى إذا لما أجي أحدد القيمة القابلة للإهلاك لابد أن أنا أكون عارفة حاجتين: الحاجة الأولانية تكلفة الأصل هي كام، الحاجة التانية القيمة التخريدية أو المتبقية للأصل كام. فيما يتعلق بتكلفة الأصل الثابت دي إحنا عرفناها ودرسناها، عرفنا إزاي بنحدد تكلفة الأصل واللي هي المبالغ اللي تكبدتها المنشأة في سبيل اقتناء الأصل وإثباته، ده تناولناها بالكامل. بالنسبة للقيمة التخريدية أو القيمة المتبقية فدي هي المقصود بها إيه؟ صافي القيمة المتوقع الحصول عليها نتيجة التخلص من الأصل في نهاية عمره الإنتاجي. يعني في نهاية العمر الإنتاجي للآلة مثلا بتتبقى حتة من الآلة أو جزء من الآلة هيتم بيعه، يبقى هي دي صافي يبقى هي دي القيمة الإيه التخريدية أو القيمة المتبقية. صافي القيمة المتوقع الحصول عليها نتيجة إن أنا بعت الأصل أو نتيجة إن أنا تخلصت من الأصل بحالته، بعد ما نخصم طبعا إيه تكاليف التخلص اللي هي مصروفات الإيه البيع. لما أخصم تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية أقدر في الحالة دي أحصل على القيمة القابلة للإيه للإهلاك. العامل الثاني اللي بيأثر في تحديد قسط الإهلاك أو قيمة الإهلاك هي العمر الافتراضي للأصل القابل للإهلاك. طبعا إحنا عارفين إن الأصول دي الثابتة بتنتفع بها المنشأة أو بتستخدمها لفترة طويلة، يعني طول العمر الإنتاجي بتاعه. العمر الإنتاجي الأصلي قد يعبر عنه بالسنوات أو قد يعبر عنه بعدد الوحدات الإنتاج اللي بينتجها الأصل. أيا كانت فالعمر الإنتاجي الأصلي مين اللي بيحدده؟ الخبراء والمتخصصين. طب لما بيجوا يقدروا العمر الإنتاجي للأصل أو العمر الافتراضي للأصل بيتحدد على أساس إن هم هناك مجموعة من العوامل بتأثر على تحديد هذا العمر أو هذه الفترة الإنتاجية، منها التقادم الفني أو منها
الايه القيود القانونيه، منها الاستخدام. ده معناها ان في مجموعه من العوامل لابد ان انا اخدها في الحسبان وانا بحدد العمر الانتاجي المقدر للاصل. هذه العوامل هي الاستخدام المتوقع للاصل الثابت من قبل المنشاه. يعني لو انا عندي اصل ثابت بستخدمه ورديتين، العمر الانتاجي بتاعه 100% هيختلف عن اصل ثابت بستخدمه 3 ورديات. يبقى لازم اخد في الحسبان الاستخدام المتوقع للاصل الثابت. ايضا التآكل المادي المتوقع للاصل الثابت، وده بيستند الى برامج الصيانة اللي موجودة في المنشأة. كل ما كانت برامج الصيانة بيتم المحافظة عليها ودقيقة، فالتآكل المادي للاصل هيقل على خلاف ذلك. ايضا التقادم الفني الناتج عن تغيير او تقدم في الانتاج او تغيير الطلب على المنتج او بسبب التقدم التكنولوجي، زي كما هو الحال في الكمبيوتر. كل فترة بتظهر اصدارات جديدة، الاصدارات دي بتؤدي الى ان الاصدارات القديمة بتكون ايه متقدمة فنية. القيود القانونية، عقد استخدام الاصل ممكن يحدد فيه الفترة، فترة الاستخدام، فانا مضطرة ان انا اهلك الاصل على هذه الفترة فقط القيمة، استنادا الى ما جاء في العقد موجب عقد امتياز. بعد ما تعرفنا على كيفية او العوامل اللي بتأثر في تحديد العمر الافتراضي، وقلنا ان احنا بنحدده بواسطة الخبراء والمتخصصين، هل بعد تحديد العمر الافتراضي للأصل لا يمكن ان انا اغير فيه، ولا من الممكن ان انا اغير في العمر الافتراضي للأصل مع مرور الوقت؟ هناك اسباب من الممكن ان انا تدفعني للتغيير في العمر الافتراضي للأصل. من ضمن هذه الاسباب ان ممكن العمر الافتراضي للأصل يزيد نتيجة ان فيه نفقات لاحقة لتحسين حالة الاصل، وطالما انها ادت الى تحسين حالته يبقى العمر الافتراضي لابد انه يزيد، يبقى من الممكن ان اغير العمر الافتراضي بالزيادة. ايضا التقدم التكنولوجي وتغيير الطلب على المنتجات اللي بتدهن الاصل تخليني ان انا اخفض العمر الافتراضي للاصل، لان في تقدم تكنولوجي عايز اغيره باصل جديد اكثر تقدما. ايضا سياسة الاصلاح والصيانة بتأثر على العمر الافتراضي. لو كانت البرامج الصيانة دقيقة ومنضبطة ده هيؤدي الى ان العمر الافتراضي هيمتد، والعكس صحيح. ده فيما يتعلق بالعمر الافتراضي للاصل والعوامل اللي بتأثر في تحديده. تعالوا نشوف اخر عنصر من العناصر اللي بتأثر في تحديد قيمة الإهلاك، وهي طريقة الإهلاك المتبعة. احنا عندنا في المعيار فيه طرق كثيرة بتستخدم في حساب قسط الإهلاك، وهي طريقة القسط الثابت، طريقة القسط المتناقص، طريقة مجموع الوحدات. المنشأة ليها الحق ان هي تختار الطريقة اللي بتتناسب مع ظروفها والأسلوب المتوقع للحصول على المنافع الاقتصادية من الأصل، بس بشرط إن هي تثبت على الطريقة المتبعة، يعني تطبق الطريقة المتبعة بثبات من فترة للتانية. وإذا حبت إن هي تغير الطريقة المستخدمة لابد أن تشير إلى ذلك، لابد أن تشير إلى ذلك. تعالوا نشوف بقى طريقة من الطرق المستخدمة في حساب قسط الإهلاك ونعلق عليها. طريقة القسط الثابت، واضح من اسمها قسط ثابت ان احنا بنحمل الفترات المالية بمبلغ ثابت لا يتغير من سنة للتانية خلال العمر الافتراضي للأصل. الطريقة دي معناها ايه؟ ان انا بفترض ان الاهلاك دالة خطية في الزمن، بمعنى ان كل ما مر العمر انتاج الأصل فالاهلاك مش هيتغير، يبقى ثبات قيمة قسط الإهلاك على مدار العمر الإنتاجي للأصل. الطريقة دي طبعا سهلة الاستخدام، في بمعنى أن أنا يكفي أن أنا أحدد قسط الإهلاك مرة واحدة
والمبلغ ده بيتقارن من سنة للتانية، يبقى مفيش مشكلة ولا عبء في حساب هذا الايه القسط. لكن عيبه ان الخدمات المتوقعة من الاصل ليست ثابتة من فترة التانية، بتكون في الفترات الاولى من العمر انتاج الاصل اعلى من الفترات الايه التالية، وده العيب بتاعها. وبالتالي بنلجأ في هذه الحالة الى استخدام طريقة اخرى تختلف عن طريقة القسط الايه الثابت. طيب لو انا استخدمت طريقة القسط الثابت، بحسب قسط الاهلاك ازاي؟ بالمعادلة اللي قدامي، تكلفة الاصل الثابت ناقص القيمة التخريدية المتبقية على العمر الافتراضي للاصل الثابت. يعني باختصار القيمة القابلة للاهلاك من الاصل على العمر الافتراضي للاصل الايه الثابت. دي طريقة القسط الثابت. تعالوا نشوف الطريقة التانية اللي هي طريقة القسط الايه المتناقص. طريقة القسط المتناقص بتقوم على افتراض، بنطلق عليها احيانا الاهلاك المعجل. بتقوم على افتراض ان خدمات الاصل في السنوات الاولانية من عمره هتكون اكبر من الخدمات اللي بنحصل عليها في السنوات الاخيرة، وده كلام منطقي. ده معناها ايه؟ ان انا لابد ان انا احمل السنوات الاولى من عمر الاصل الثابت بقسط اهلاك اكبر من القسط في السنوات الاخيرة. فاذا اعتبرنا ان تكلفة تشغيل الاصل الثابت تتمثل في نفقة الاهلاك ونفقات الصيانة والاصلاح، فاستخدام طريقة الاهلاك المعجل ممكن ان هي تساعدني في ان انا بحمل قيمة الدخل بمبلغ ايه ثابت. طريقة القسط المتناقص بتؤدي الى تحقيق مقابلة افضل بين الايرادات والايه والنفقات، لان في السنوات الاولى من عمر الاصل بتديني ايراد اكتر من السنوات الايه الاخيرة. الطريقة التانية هي طريقة الاخيرة، هي طريقة معجل مجموع الوحدات. طريقة مجموع الوحدات دي بحمل فترات العمر الانتاج الاصل بمبالغ مختلفة، كل سنة تختلف عن السنة الاخرى، ليست ثابتة زي القسط الثابت وليست متناقصة زي القسط المتناقص، ولكنها مرة تكون اقل ومرة تكون ايه اعلى من السنة السابقة ليها. استنادا الى ايه؟ استنادا الى ان افتراض مؤداه ان ارتباط قيمة الاهلاك هيكون مرتبط بنشاط الاصل وليس بالفترة الزمنية. فهيتم تعبير عن نشاط الاصل بايه؟ يا اما باستخدام عدد الوحدات اللي هينتجها، او بعدد ساعات التشغيل، او بعدد كيلوات اللي بيقطعها في حالة الايه السيارات. فبحسب قسط الاهلاك في هذه الحالة عن طريق ان انا بحدد في الاول معدل اهلاك الوحدة، وبعد معدل اهلاك بحدد معدل اهلاك الوحدة هحسب قسط الاهلاك. طيب احسب معدل اهلاك الوحدة ازاي؟ معدل اهلاك الوحدة هيساوي القيمة القابلة للاصل للاهلاك، القيمة القابلة للاهلاك على اجمالي وحدات النشاط المقدر خلال عمر الانتاج الاصل. طيب القيمة القابلة للاهلاك اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تكلفة الأصل الثابت ناقص القيمة التخريدية له. لما أقسم الاثنين دول على بعض هيديني معدل إهلاك الوحدة. أشوف في السنة دي اللي أنا هحسب عنها الإهلاك، الأصل أنتج كم وحدة فعلية أو اشتغل كم ساعة فعلية، أضرب معدل إهلاك الوحدة في عدد الساعات الفعلية أو في عدد الوحدات الفعلية خلال الفترة المالية، يديني قسط الإيه الإهلاك. دي طريقة مجموع الوحدات. لما اجي احسب قسط الاهلاك، وفقا لهذه الطريقة اللي هي طريقة مجموع الوحدات، بنستند الى منطق ان هي تطبق تطبيق سليم لمقابلة الايرادات بالايه بالنفقات. بنستخدم هذه الطريقة في اذا توفرت عدة ظروف او عدة نقاط. النقطة الاولانية ارتباط النقص في الخدمات المتوقعة من الاصل بمعدلات الاستخدام، يعني
الخدمات المتوقعه من الاصل اللي هي عدد الوحدات اللي بيدهاني او عدد الساعات اللي بيشتغلها مرتبطه بمعدلات الاستخدام. اذا اختلفت معدلات الاستخدام بصوره ملموسه وواضحه من سنه للتانيه، بستخدم طريقه مجموع الوحدات بطريقه سليمه. عشان استخدمها بطريقه سليمه لابد ان انا اقدر اجمالي وحدات النشاط المتوقعه من الاصل خلال عمره الانتاجي، فده هيتطلب وجود ايه؟ سجلات كافيه ودقيقه لحصر الاستخدام الفعلي للاصل في كل فتره ماليه. ده معناه ان طرق الاهلاك اللي انا بستخدمها، سواء استخدمت طريقه القسط الثابت او طريقه القسط المتناقص او طريقه مجموع الوحدات، كل طريقه منهم بتناسب ظروف وطبيعه اصل من الاصول الثابته. بختار الطريقه اللي تتناسب مع ظروفي. هل معنى ان انا اخترت طريقه لا يسمح بتغييرها؟ لا، من الممكن ان يتم تغيير طريقه الاهلاك المتبعه. يعني كنت بتبع طريقه القسط الثابت، هستخدم طريقه القسط المتناقص او العكس صحيح. طرق الاهلاك دي بتعتبر سياسات محاسبيه، والسياسه المحاسبيه لما اجي اغيرها المفروض انها تكون ثابته، ولكن لما اجي اغيرها لابد ان انا اشير الى ذلك بوضوح واحدد اثر هذا التغيير. طيب، المعيار المحاسبي المصري رقم 10 سمح بان انا اغير طريقه الاهلاك المتبعه، بس عشان اغير لابد ان انا احدد اثر هذا التغيير. ازاي؟ عن طريق ان انا اشوف الفروق المتراكمه الناتجه عن هذا التغيير بتساوي كام، واظهرها بشكل مستقل في قائمه الايه الدخل، في المرحله الثانيه من قائمه الايه الدخل. بيتم الافصاح عن هذه الفروق المتراكمه، يبقى ده معناها ان انا ايه حددت الاثر اثر التغيير باثر ايه رجعي. في هذه الحاله بحدد الاثر الايه المتراكم. طبعا ده في حاله ما اذا حدث تغيير في طريقه الاهلاك المتبعه. كده يبقى قدرنا نغطي ايه المقصود بالاهلاك، وايه هي العوامل اللي بتاثر في تحديده، واللي هي القيمه القابله للاهلاك، والعمر الافتراضي او الانتاج المقدر للاصل، وطريقه الاهلاك المتبعه. تعالوا نتكلم شويه عن انخفاض القيمه الدفتريه للاصل الثابت. انخفاض القيمه الدفتريه للاصل الثابت بتناولها المعيار المحاسبي المصري تحت عنوان استرداد القيمه الدفتريه للاصل الثابت. استرداد القيمة الدفترية للأصل الثابت، احنا عارفين ان القيمة المثبت بها الأصل في الدفاتر بيتم استردادها خلال الفترات المستقبلية او الفترات القادمة. من خلال ايه؟ ازاي بيتم استردادها؟ بيتم استردادها عن طريق الحصول على المنافع المحتملة من هذا الأصل. ولكن في بعض الحالات بتظهر دلائل تشير إلى أن القيمة الاستردادية للأصل قد تنخفض عن القيمة الدفترية المسجل بيها، يعني في الحالة دي مش هقدر أحصل على المنافع المحتملة. ده معناها أن هناك انخفاض في قيمة الأصل نتيجة ظروف معينة. هذا الانخفاض تم تناوله بالتفصيل في معيار محاسبي مصري رقم 31 بعنوان أو تحت عنوان إضمحلال قيمة الأصول. إضمحلال قيمة الأصول. طيب في الحالة دي هنتصرف إزاي في حالة ما إذا كان هناك احتمال إن القيمة الدفترية القيمة الاستردادية للأصل تنخفض عن القيمة الدفترية؟ هنتصرف إزاي؟ المعيار المحاسبي المصري رقم 31 اللي هو بيتكلم عن إضمحلال قيمة الأصول قال اللي إحنا لازم نفرق بين حاجتين. نفرق بين تقدير ما إذا كانت هناك مؤشرات دالة على حدوث انخفاض، وبين الإجراء الفعلي لاختبار الانخفاض. يعني هل هناك في مؤشرات؟ دي حاجة. الحاجة التانية لو كانت في مؤشرات نجري اختبار إجراء فعلي لاختبار الإيه؟ الانخفاض. يبقى ده معناها
إجراء الاختبار انخفاض القيمة بيكون في حالة إيه؟ ما إذا كانت هناك مؤشرات لذلك. طيب إيه هي المؤشرات دي؟ بقدر أحصل عليها منين؟ المؤشرات دي لها مصدرين، مصادر خارجية ومصادر إيه؟ داخلية. إيه هي المصادر الخارجية؟ المصادر الخارجية بتتمثل في حدوث تراجع في القيمة السوقية للأصل الثابت أكثر مما هو متوقع من الاستخدام العادي، دي حاجة. الحاجة التانية حدوث تغيرات سلبية أثناء الفترة أو من المتوقع حدوثها في المستقبل في البيئة التكنولوجية. تالت حاجة معدلات الفايدة السوقية في ازدياد عن المعدلات الايه؟ عن معدل العائد المحتمل للحصول عليه. أيضا المبلغ المرحل للأصول الصافية بيتجاوز القيمة الرأسمالية السوقية له. دي مصادر خارجية للمعلومات اللي تدل على أن هناك انخفاض في قيمة الأصل الثابت، مؤشرات وجود انخفاض. دي المصادر الخارجية. طيب إيه أمثلة المصادر الداخلية للمعلومات؟ وجود أدلة على حدوث تقادم أو ضرر مادي للأصل. أيضا حدوث تغييرات كبيرة في أسلوب استخدام الأصل انعكست على إيه؟ على قيمة الأصل. وجود تقارير الأداء اللي بتقول إن أداء الأصل أسوأ مما هو متوقع نتيجة إن التدفقات النقدية اللي جاية من الأصل بتنخفض، وإن في خسائر تشغيلية كتيرة بتحصل لهذا الإيه؟ الأصل. بوجود المصادر الداخلية والمصادر الخارجية من انخفاض التي تدل على انخفاض الأصل أو قيمة الأصل الثابت، ده معناها ان احنا في هذه الحالة نجري إجراء فعلي لتحديد قيمة الانخفاض، إجراء فعلي لتحديد قيمة الايه؟ الانخفاض. طيب تحديد قيمة الانخفاض بحدده على أساس ايه؟ بحدده على أساس القيمة القابلة للاسترداد. بقارن قيمة الأصل الدفترية بالقيمة القابلة للإيه؟ للاسترداد. بناء على ذلك بشوف هل فيه انخفاض في قيمة الأصل الاستردادية ولا لا. تعالوا نكمل بعد كده إيه هي البنود اللي المفروض ناخدها في الحسبان ويتم الإفصاح عنها فيما يتعلق بالأصول الثابتة بشكل عام بقى، سواء كان فيما يتعلق بتكلفة الأصل أو بالإهلاكات أو خلافه. العناصر اللي احنا لابد ان احنا نفصح عنها في القوائم المالية بالنسبة لكل مجموعة من الأصول الثابتة بتتمثل في أسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالي القيمة الدفترية، طرق الإهلاك المستخدمة، الأعمار الافتراضية للأصول ومعدلات الإهلاك المستخدمة، إجمالي القيمة الدفترية ومجمع الإهلاك في بداية ونهاية الفترة، الإضافات أو الاستبعادات من الأصول الثابتة أو إذا كانت هناك زيادات أو تخفيضات نتيجة إعادة التقييم، خسائر ناشئة من انخفاض القيمة الدفترية للأصول المدرجة بقيمة الدخل، صافي فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية لمنشأة أجنبية. دي أمثلة أو حد أدنى للبنود التي يجب الإفصاح عنها فيما يتعلق بالأصول الثابتة. كده يبقى خلصنا الفصل الخاص بالمعيار المحاسبي المصري رقم 10، وهو معيار الأصول الثابتة وإهلاكاتها وانخفاض القيمة الدفترية لها. هننتقل الآن إلى معيار آخر من معايير المحاسبة المصرية، وهو معيار الإيراد اللي هو رقم 11. المعيار المحاسبي المصري رقم 11 بعنوان الإيراد. طيب المعيار ده الهدف منه إيه؟ إن أنا أشرح المعالجة المحاسبية للإيراد الناتج عن أنواع محددة من المعاملات والأحداث. فالقضية الأساسية في هذا المعيار هي متى يتحقق الإيراد، متى يتحقق الإيراد،
وكيفية قياسه وإثباته في الدفاتر. وأيضا المعيار بيحدد مجموعة من الإرشادات لتطبيق قاعدة قياس قيمة المنافع بطريقة يعتمد عليها. تعالوا نشوف إيه هو مفهوم الإيراد كما جاء في المعيار المحاسبي المصري رقم 11. عرف الإيراد على إنه إجمالي تدفق المنافع الاقتصادية الداخلة للمنشأة خلال فترة مالية معينة. بتنشأ التدفق ده بينشأ من إيه؟ من ممارسة المنشأة لأنشطتها العادية، وبينتج عن ذلك زيادة في حقوق الملكية بخلاف الزيادة الناتجة عن مساهمات المشاركين في رأس المال. من التعريف ده أقدر أقول إيه؟ إن الإيرادات بتشمل فقط التدفقات الإجمالية إلى الداخل في المنافع الاقتصادية المقبوضة أو التي يمكن أن تحصل عليها المنشأة، أي التي تم استلامها فعلا وأيضا مستحقة للمنشأة من ممارسة النشاط العادي. أهم حاجة هنا هو النشاط العادي، دي حاجة. الحاجة التانية، في فرق بين الدخل والإيراد والمكاسب. إيه هو الدخل؟ الدخل زيادة المنافع الاقتصادية أثناء الفترة المالية أو المحاسبية في صورة تدفقات إلى الداخل أو زيادة في الأصول أو نقص في الالتزامات هينتج عنها زيادة في حقوق الملكية. يبقى ده معناها إن الدخل بيشمل الإيراد والمكاسب. الإيراد بينشأ من ممارسة المنشأة لأنشطة عادية، أما المكاسب فهي البنود الأخرى التي ينطبق عليها تعريف الدخل، اللي هي لا تنشأ من ممارسة المنشأة لأنشطة العادية. يعني مكاسب ناشئة عن التصرف في الأصول المتداولة، مكاسب غير محققة من إعادة تقييم الأصول القابلة للتسويق. ألا وعلى ذلك نقدر نقول ان فيه مصطلحات او معاملات بينتج عنها ايرادات ولكنها عرضية، دي تعتبر ايه؟ ضمن المكاسب وليست ضمن الايراد. ايضا الايراد بيطلق عليه عدة مصطلحات زي ايراد المبيعات، الرسوم، ارباح الاسهم، الاتاوات. طبعا دي المصطلح ده بيختلف باختلاف ايه؟ باختلاف نوع نشاط المنشأة. واخر نقطة هي ان الايراد بينتج من يا اما من بيع السلعة او من تقديم الخدمة او من استخدام الاخرين لاصول المنشأة. ان شاء الله في المحاضرة القادمة هنحاول نتكلم على شروط الاعتراف بالايراد وقياسه. إلى هنا أعزائي الطلبة والطالبات تنتهي محاضرة اليوم. شكرا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.